خلال القائمه يا ريشه، فكره ان انت يبقى عندك لسه بتستكشف التشكيله اصلا، واضح انه ريكاردو لسه ما حطش ايده قوي طبعا زي اي مدرب في الدوري، لسه بيحاول يحط مين انسب مع مين. من خلال المباراه الاولى مع المصري ومن خلال التشكيل والتحفظات الدفاعيه اللي هو كان عاملها في التشكيل والواجبات اللي كان موجوده في المراكز اللي بدا بيها مباراه المصري، مرورا بال90 دقيقه كان واضح حتى في تغييراته انه متحفظ جدا على التشكيل حلو. ومتحفظ جدا على مستوى اللعيبه وادائها، والدليل ان هو لغايه اخر نص تقريبا ما بداش الا بس عبد الرحمن مجدي في الشوط الثاني، ولغايه توقيتات كتيره قوي ما حبش ان هو يغير من التحفظات اللي موجوده عشان يقدر يخش ويبقى عنده مجازفه ان هو يكسب في مباراه زي دي. لكن من الواضح ان هو لغايه النهارده طبعا بمرورا بالماتشات الوديه اللي هو لعبها وخلال المباريات اللي جايه ثلاث اربع ماتشات، لان هو عنده خمس مباريات في بدايه الدوري، وبعدين بيستعد استعداد قوي جدا لمباراه الرجاء اللي هي يوم 11، فده انا شايف ان ده اقوى استعداد طبعا. لكن لغايه النهارده بالتشكيل المتوقع لمباراه اليوم ان هو ما استقرش على التشكيل المناسب اللي يقدر يقول ان هو ده الفرقه اللي انا اقدر ادي بيها 90 دقيقه خلال مباراه الموسم ومباراه الرجاء. من خلال تغييراته نفس القصه، من غير الاداء بتاع اللعيبه اللي موجود والواجبات والتحفظات اللي كانت موجوده دفاعيا خصوصا من الباكين محمود البدري وطبعا محمد بيومي ممكن ما يبداش بيه النهارده كباك رايت، وهو برده ما بيلعبش في مكانه لان بعد رحيل اسامه ابراهيم ما بقاش فيه باك رايت، فبيضطر ان هو يا يلعب محمد بيومي يا يلعب نادر رمضان، فادي مركز من المراكز اللي كانت اساسيه جدا كان ان هي تكون مسدوده تماما وهي وحراس المرمى. صح. النهارده هو جايب محمد صبحي برده نفس القصه، صبحي من اللعيبه اللي ليها تاريخ في النادي، لكن بيعتبر من الفتره او من خلال الفتره اللي قضاها في الداخليه او بعد عن النادي الاسماعيلي يعتبر برضو بعيد شويه، ولذلك ما بيبداش بيه بيبدا بمحمد فوزي. فدول مركزين كانوا شاغرين جدا للراي العام حتى في اسماعيليه. صح. مش للناس اللي بتتكلم فنيا. وطبعا المهاجم بالظبط، وين المهاجم فخر الدين بن يوسف من خلال الماتش اللي فات هو واضح ان هو ممكن يعتمد عليه لعدم اقتناعه بشلونجو برضو، رغم ان انا شايف ان شلونجو انسب واحد في المكان ده في التوقيت ده لشغل الموضوع بتاع السترايكر او حازم مرسي، لان الاثنين بيلعبوا سترايكر من فتره كبيره. شكري ممكن يلعبها برضو؟ شكري ممكن يلعبها، لكن شكري لازم ياخد الثقه الكامله ان هو برضو مستواه بيختلف لما بيلعب مع المقاولين او كان مع اسوان غير الاسماعيلي لما كان بيلعب في المكان ده، محتاج ان هو ياخد ثقه شويه عشان يبقى موجود في المكان ده، رغم ان هو الربع ساعة والثلث ساعة اللي لعب فيها المباراة اللي فاتت كان واضح ان انت شامم ريحة خطورة في وجود شكري. صح. في المكان ده. اري بابل نفس القصة، بيلعب برضو جناح في نفس المكان اللي بيلعب فيه محمد الشامي او عبد الرحمن مجدي، فالتغييرات مش موجودة، لكن هو وصولا للتشكيل الانسب ده مش هيتعرف عليه او مش هيقنع بيه ريكاردو الا خلال المباريات اللي هي ثلاث اربع اسابيع عشان يقدر يوصل للتشكيل اللائق في مباراه الرجاء، وهو ده اللي انا شايفه الهدف دلوقتي في الطموح يعني. الاساسي، رغم ان انت في التوقيتات دي زي ما قال زيدان انت محتاج قوي ان انت تجمع بنقط عشان ما تبقاش في فتره بعد كده حرجه هتبقى الدنيا صعبه وتقدر تتوتر في ان انت تجمع ويبقى مركزك مش كويس في الترتيب، وبالتالي هتبقى الموضوع متوتر ان انت عايز تدور على الثلاث نقط اللي انت فقدتها في بدايه الموسم، فكان ده كان احسن توقيت. انا بحيي جدا سامي الشيشين وبحيي جدا هيثم شعبان الحقيقه. عاملين المفروض يعملوا الفرق الكبيره البدايه او الفرق الجماهيريه. صح. على الاقل البدايه بتاعت ان انت تقدر تجمع في بناط وما تتحرجش من بدايه السيزون الثاني. ان انت لسه هيخش عليك ماتشات صعبه، فانت لما تلمها يعني لما تاخدها في الماتشات السهله وخصوصا ان انت في فرق انت ما تعرفش عنها حاجه خالص، وهم كمان ممكن يكونوا ما يعرفوش عنها حاجه، فدي الفتره توقيت او التوقيت المناسب اللي انت تقدر تجمع فيه بنط ومحدش يعرف عنها حاجه. صح. في بدايه السيزون الثاني انت ممكن تلاقي فرق بتلعب لك على الطريقه بتاعتك ووقفه لك وسد لك الاماكن اللي هي المفروض ان هي الثغره بتاعتك اللي بتلعب عليها من خلال الموسم. بتفق معاك.